أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. سطلنا وقلبنا وهبا هبا هبا مين؟ ده انا هجيبه لو في بطن ام ودن الحوت. هاتله لو في بطن الحوت هاتله. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يدك هوب واحدة واحدة. أم أم أنا وقفت. أم 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. جرد الماء بسرعة بسرعة. القبر ده مدفون فيه ولي من اولياء الله الصالحين. دورة الميه دي لازم تتهد. تتهد الميه دي مش اذت سيدنا وجت في بيتك. كل يوم ترش قبره بمية الورد وتجري له الفاتحة على كد ما تقدري. أبوس رجلك أبوس رجلك يا مولانا ما تسيبنيش. سامحني واعف عني أنا عامية. أبوس رجلك. بنتي وقفت على إيدك اعتبرني خدامة تحت رجليك. وحياتك وحياة الغاليين ومقام السيدة نفيسة ما أنت سايبني. اقبل توبتنا رجلك يا مولانا. اقبل توبتنا وسامحنا يا سيدة. ربنا بس اللي يقبل التوبة مش عبده. يا سيدنا أنا وبنتي أهو عاوزنا نقعد معاك هنا نقعد نروح معاك آخر الدنيا نروح بس ما تسيبناش. محدش يفتح باب الاوضه الا لما افتحه ومحدش يكلمني ولا يسالني. عمرك يا سيدنا. بسم الله
حافظه قل هو الله احد؟ حافظها بس بتلخبط فيها. طب قولي قل هو الله احد. ها بعد كده حاولي حاولي. ها انا عارفاها. قل هو الله احد. قل هو الله احد. قل هو الله احد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد. لم يلد. ولم يولد. ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد. ولم يكن له كفوا احد. يحفظك ربنا. ما تقفيش على رجليك لا تتعوج، اصبري اما نركب الجهاز. طب ما انا بعرف اقف اهو. هتسمعي الكلام ولا اقول لسيدنا؟ خلاص هات. صباح الخير. صباح الخير يا سيدي. ايه؟ حفظت سورة الفلق؟ حفظتها بس بتلخبط فيها. قولي وانا هقول معاكي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. ربنا يحفظ. ومن شر النفاثات في العقد. لا 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 يا حبيبتي ما تقوليش كده، ده انت هتمشي وهتجري كمان. طب ما انت امي زعل. لا امك مش زعلانه ولا حاجه، امك فرحانه، احنا كلنا فرحانين. بص عمك متولي فرحان ازاي. انا هقوم اخبط عليه. صباح 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 صباح. اقعدي امال اقعدي احسن يخرج وما يرجعش. ده ما كلش لقمه من صباحيه ربنا، اخر لقمه دخل الجوف امبارح بالليل زي دلوقتي. هو لما عاوز هيطلب. خش نام يا صباح. مش هخش انام يا اخويا، انا هخش اجيب فرشتي واجي انام هنا على عتبه بابه. ويلا بقى مع السلامه، تصبحوا بالخير انتوا الاثنين كده يعني. يلا صباح الخير يا صباح. طب من اهل اقول لك نميله تحت عقب الباب هنا يا صباح. يلا يا اخوي. يلا زينو مع السلامه.
صباح. 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 قومي نامي. الناس روح الفرشة. طيب طب خلاص خليك قاعد، انا ما اكلتش حاجه من امبارح، اقعد ناكل سوا. عندك ايه؟ عندي الخير كله، خمس دقايق والاكل يكون جاهز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟ حلوة. يلا بينا عبد الرحمن. ما تحكي لنا حكايتك. خلاص احنا نتغدى واحكي لكم حكاية تانية، اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بينا. كتر خيرك، فعلا الأولاد بقت حالتهم المعنوية أحسن كتير. معلش يا دكتور بقى هنتقل عليكم النهاردة. طمنتي على الأولاد وعلى حسن؟ أنا ماشية في سكته، يمكن يكون هو سابقني، بس أكيد هنتقابل. حكايته دي بجد غريبة جدا. تستغرب يا دكتور لو قلت لك إن أنا كل يوم بحبه أكتر من الأول. والله أنا ما بقيت عارف مين العيان ومين الدكتور. وأنا أول مرة أتعرض لموقف مؤثر زي ده، باين عليه راجل طيب أوي مش وش بهدلة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر،
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. جدك على المسند وصيلي وصيلي هم بصي بصي بسم الله. خير؟ قريب قريب إن شاء الله. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى عليها. Thank you.
يا بابا. وانا كمان اروح عند الباب وتجيلي واحده واحده. ها الله اكبر الله اكبر الله اكبر. واحده واحده الله اكبر الله اكبر. تعود عليه مش هيوجعك. امام النور ركبولي وهو مش مصدق. مبروك يا شيمو. زينهم سيب اللي في يدك وروح هات المأذون. مأذون لمين؟ انت مش كنت عايزه تتجوزيني؟ صح كده. للأسف في مشكلة، الجنين وضعه مقلوب، نازل برجليه، هتحتاج عملية كويسة يا ريا.
وهي قلبها ضعيف جدا مش هتستحمل بينك. يعني ايه؟ انت هتروح مني؟ محدش قال كده، احنا ادينا لها مضاد للتقلصات عشان ناخر الولاده يوم ولا اتنين لغايه لما نشوف طريقه نرفع بيها كفاءه القلب وان شاء الله خير، بس انت دايلة. سلام. ابننا هنربي سوا مش كده؟ هسميه عبد الرحمن عشانك. عبد الرحمن حطوني خلف. دكتور ايه ده؟ انت مين؟ وازاي تخش المكتب ده من غير استئذان؟ معلش انا خلف الله جوز ياسمين الحقوها تولد حالا. ما ينفعش نولدها، قلبها ضعيف ما يستحملش ولاده قيصريه. مين قال انها محتاجه قيصريه؟ ياسمين هتولد طبيعي. يا حاج ابنك نازل مقلوب، السونار بيقول ان ابنك نازل. اعملوا لها سونار تاني عشان تتاكدوا من كلامي. يلا يا دكتور يلا تعالوا اتاكدوا من كلامي. احنا لسه شايفينها، ما ينفعش حاجه اللي بتقوله دوت. عشان خاطر الحقوها. معلش يا دكتور نشوفها ومرنا لله. ماشي يلا بينا. الجنينة تعدى الوضع، يبقى لازم نحضرها للولادة فورا. يلا بسرعة. مش كده؟ قولي ان بنتي هتعيش. وما تشاءون الا ان يشاء الله. ادعي لها. يا رب. والله خايف لا افرح تجلي بيها غم. علمت قلبي خاف من الفرحه ما بفرحش، وانا اللي فاكرني قال اني حافظها صم. هاجي اسرق الضحكه اضحك ليه وكيف ما اعرفش. خير يا دكتور؟ الف مبروك، جابت لكم ولد زي القمر، ربنا يبارك لكم. بنتي يا دكتور. هي في الافاقه دلوقتي وشويه تطلع الاوضه بتاعتها، الممرضه هتجيب لك المولود تطمني عليه قبل ما توديه حضن. احمدك يا رب. الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا من انت كريم. ايه
حبيبي. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. قمر، ايه الحلاوة دي؟ أمال بابا فين؟ بابا قاعد أهو. طب هاتي يا مدام، لازم يروح الحضانة دلوقتي. بنتي عامله ايه؟ شفتيها؟ هروح ابص عليها ان شاء الله من بعيد. والله كويسه، ده انكتب لها عمر جديد. يا رب. يا حبيبتي الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. رجاء يا رب. كريم يا رب. الحمد لله. إن النفس تغري بالمعاصي إذا راقبت مع الجهل الشباب، شفاعتك الرحيمة أرتجيها، فإن تمن أمنت بها العذاب. يحب الله أن يعفو، فإن لم أسئ أغلقت للغفران باب. يا رسول الله،
يا خير خلق الله يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. الله 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 الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا الله يا الله يا الله. آه يا دي شيماء، أنت مش مصدقة؟ طب أنا أديلك عليها. يا شيماء شيماء يا شيمة، انتوا ما بتصدقوش ليه؟ ما قلتلكوا لسه ما رجعش، لما يرجع هتبقوا تعرفوا كلكم. سايقه عليك النبي تبعتي له يجي، ده احنا بنيجي من اخر الدنيا. طيب يا اختي هبعت له، ولما يرجع هتبقوا تعرفوا كلكم. النبي ما تبخلي علينا يا ست، ربنا يشفي لك بنتك يا رب. احنا ما صدقنا ان فينا حد مبرور. حاضر يرجع هو بس. ده ان رجع مشيتيهم؟ مشيتهم ولسه همشي غيرهم، ده انا عايشه في الهم ده بقالي 5 شهور بحالها. افتكري يا بنت كده يمكن زعلتيه في حاجه. هو انا لحقت اكمنه يعني كبير وانتي صغيره عليه؟ يا اختي تنيلي، ده خلف ده يحق له يتجوز 10 مش 4. يبقى انتي بقى. انا ايه؟ انا كنت عارفه ان خلف مش راجع. يرجع ليه؟ هو حس انه عمل اللي عليه ورضاني، اتجوزني ووقف البت على رجليها. ايه اللي يقعده بقى؟ هيرجع هيرجع ان شاء الله، هيرجع عشانك وعشان شيماء. انت يا بنت مش قلتي انه تعلق بيها؟ ده هو لما اكون من صلبه يا ربي يرجع يا وز، ساعتها احس ان ربنا شايل لي فرح لسه. هيرجع هيرجع ان شاء الله، هيرجع عشانك وعشان شيماء وعشان كل الناس اللي عرفته وتعلقت بيه. راجع ان شاء الله. هي كل الناس عايشه في غول. الله يخرب بيتك يا زينهم، انت رجعت تعك تاني؟ خد خد يا عم، يا عم خد ايه بقى؟ بس تعالى خد. عايز ايه؟ اقول لك اصل الشحن خلص. هنعمل ايه بس يا متولي؟ خد يا صاحبي. شفت ادي زينهم الناس اللي رايحه جايه عليه؟ ده احنا كان هيتفتح علينا باب خير ملوش اخر، ده احنا كنا هنغب غاب يا صاحبي. احنا الفار متسجل باسمنا في الشهر العقاري. ايه ده؟ الشيخ خلف. الشيخ خلف مين؟ الشيخ خلف يا جدع. الشيخ خلف يا جدع. الشيخ خلف. صباح اصحى صباح، الشيخ خلف جه. صباح اصحى، الشيخ خلف جه. الشيخ خلف جه. يا شيخ خلف جه يا بنت اصحي يا صباح، الشيخ خلف جه. بقول لي يا صباح اصحي، الشيخ خلف جه. الشيخ خلف جه بقول لي. الحمد لله على السلامة يا سيدنا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا سيدنا. الحمد لله على السلامة. 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 عايزك جوه يا شيخ خلف في كلمتين. ايه اللي عملته ده؟ انت فاكرني ايه؟ قصدك ايه؟ أقوم من النوم ملقاكش جنبي وسايب لي فلوس على الكنبة، أنت شايفني إيه بالظبط؟ شايفك مرتي وأنا راجلك، والفلوس دي لأنك مسؤولة مني. اللي عملته ما يقولش كده. أنت ما تعرفش أنا حصل لي إيه؟ وزدة تتريق عليا، وأهل الحتة كلهم يجيبوا في سيرتي، عروسة عريسها يسيبها يوم الصباحية ويهج. أنا عملت فيك إيه عشان تعمل فيا كده؟ أنا حبيتك. كان غصب عني. هو ايه ده اللي غصب عنك؟ كان لازم الحقه. تلحق مين؟ ولدي. انت عندك ابن؟
معاك راح للي خلقه. يقطعني يا اخويا يقطعني حقك عليا. طب ما قلت ليش ليه كنت شلت معاك الهم؟ ما تعودتش اوجع اللي احبهم. بس يعني انت ما قلتليش قبل كده انك انت عندك ولد ولا انك متجوز؟ هي لسه على ذمتك؟ طلقتها قبل ما اعرف انها حبلة فيه. يعني اتأخرت كل ده ليه؟ يعني انا اعرف ان العزا بيبقى يوم ثلاث ايام. كنت عواسي نفسي، رحت المكان اللي ارتاح فيه. قدري اني معي عيشليش ويل وعذابي اني اشوف اللي احبهم يموتوا مرتين، مره في خيالي ومره قدامي، ومش قادر اعمل لهم حاجه. وانا قدري اني بحبك بجد يا خلف. عليك النبي ما تعيط. سيبيني الحالة دلوقتي، سيبيني الحالة. هتعملها تاني وتسيبني؟ العلم عند الله. هتعملي ايه؟ العلم عند الله. هفرش هنا وانام لك على عتبة الباب عشان ما تسيبنيش وتمشي. ما تاكلي لوحدك وانت صغيرة. امك غيرانة منك. ما تزعليش، هوكلك انت كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ماله؟ ماله كمان صغيرة. الناس يوماتي جاية بتسأل عليك، محدش مصدق انك مسافر، فاكرني حيشاك عنهم. ما تقوليش لحد. ليه؟ ده ناس غلبة قوي وعشمانين فيك، تحرمهم ليه من الفضل اللي ربنا مديهولك؟ طب تصدق بالله فيهم ناس غلبة قوي مستاهلين الكلمة الحلوة، ما تبخلش عليهم بيها. ايوه يا بابا، وفي ناس زيي بتقعد تيجي وتبص عليا عايزين يمشوا زيي. ليه باب ليه اول وملهوش اخر، ربنا وحده اللي يعلم اخرته ايه. اخرته خير ان شاء الله. هو انت بتعمل حاجه تغضب ربنا؟ حاشا لله. هو النبي عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام، النبي مش قال ان ربنا خلق ناس يحلوا مشاكل الناس ويساعدوهم؟ ان لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حبب الخير إليهم وحببهم إلى الخير، هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. ربنا يوعدنا. يلا كملوا. Thank you.
عليكم. هو شيخ خلف هنا؟ يا امال احنا ملمومين على ايه؟ ده بيدخل واحده وعشره. لا ويا ريت يدخلنا. على الاقل هو احسن من غيره، لا بياخد ابيض ولا اسود، ولو تحطيه في الصندوق بيرضى بيه. بس سيبوا باتك. لا اله الا الله. انا بس كنت عايزه ابلغه ان ربنا استجاب له دعائي. طب وانا هدخل له ازاي؟ طب سلام عليكم. عليكم السلام. ست كل، ست كل، كنت عايزه الشيخ خلف صح؟ بس الناس بيقولوا مش هعرف اقابله. عيب، ثانيه واحده وادخلك. لا 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 خلاص، هو زمانه عارف. بس ممكن تديله النبت ده؟ انا وقتها هجيبه له. نبت وعربيه وست الكل. ولو ممكن تديله دول كمان. ست الكل، ست الكل. السلام عليكم. اتفضلي يا امي. وانت يا بنتي خدي زي ما انت عايزه. واحده كفايه. اديك حشتي نصيبك بيدك، كان حيجيلك عدسين بدل واحد. انت صدقت يا حجه؟ يعني لو جالك عريسين هتتجوزيهم التنين؟ لا، عشان تختاري. كفايه عريس بس يجي يا سيدنا. عبصوم يا منى؟ رمضان، بصوم رمضان. هتعوضي؟ ما بتعوضش يا سيدنا. عليك ديون كتيره لازم تسدديها. تصوم اثنين وخميس وتجري سوره الانعام وياسين قبل ما تدخلي سريرك، وتفتح عينيكي على سورة الإخلاص، والفرج من عنده إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. أيوة يا منام، أنت قلتي لي فين بيت الشيخ خلف؟ أخش يمين من صلاح سالم. طيب يمين في يمين. طيب اوكي، انا هبقى اكلمك بعدين. مع السلامه. لا اله الا الله. مع السلامه. استاذ محمد من فضلك هنخش يمين في صلاح تاني. خلصونا يا متولي. علوا صوتكم، علوا صوتكم كمان عشان سيدنا يحلف ما يشوف حد فيكم. كل واحد في دوره. ما تشخطش فيهم كده، محدش يحط في الصندوق ده اكتر من 5 جنيه. اللي معاه جنيه زي اللي معاه 5، كل واحد ومقدرته، واللي مش هيدفع برضه هيدخل. والله يا امتي بقول لهم كده، قلت لكم كده ولا لا؟ ما تنتهوا. الله، وبعدين يا متولي شوف مين عليه الدور ودخله. يلا بتوع بني سويف، يلا يلا اتكلم مع الناس عادي. تمام. ذنبها ايه؟ هي مين يا سيدنا؟ اللي رميتوها هي وولادها في عز البرد. انتوا ايه؟ قلوبكم قاسية كده ليه؟ كارهين نفسكم ليه؟ مش قادرين تحبوا غيركم ليه؟ صلاة ايه اللي هتصلوها؟ وتقول ايه اللي هتربوها؟ ربنا فين من أعمالكم؟ يا ترى الجبلة زي ما هي ولا غيرتوها؟ علوا صوتكم، علوا صوتكم كمان عشان سيدنا يحلف ما يشوف حد فيكم. كل واحد في دوره. ما تشخطش فيهم كده، محدش يحط في الصندوق ده اكتر من 5 جنيه. اللي معاه جنيه زي اللي معاه 5، كل واحد ومقدرته، واللي مش هيدفع برضه هيدخل. والله يا امتي بقول لهم كده، قلت لكم كده ولا لا؟ ما تنتهوا. الله، وبعدين يا متولي شوف مين عليه الدور ودخله. يلا بتوع بني سويف، يلا يلا اتكلم مع الناس عادي. تمام. ذنبها ايه؟
هي مين يا سيدنا؟ اللي رميتوها هي وولادها في عز البرد. انتوا ايه؟ قلوبكم قاسية كده ليه؟ كارهين نفسكم ليه؟ مش قادرين تحبوا غيركم ليه؟ صلاة ايه اللي هتصلوها؟ وتقول ايه اللي هتربوها؟ ربنا فين من اعمالكم؟ يا ترى القبلة زي ما هي ولا غيرتوها؟ والواد الغلبان ده ذنبه ايه يشيل ذنوبكم ويتعذب بيها؟ قصدكم امينة دي ايه؟ ام عندها يتامى مشيتوها من البيت عشان تجوزوه. عرفتوا تجوزوه؟ شايفين الدمامل دي؟ دي من دعاها عليكم. ومش هي بس اللي هتدعي، انا كمان هدعي عليكم. لا 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 يا سيدنا، ترجع بيتها حالا ونعوضها عن كل اللي جرالها. بس والله ما احنا السبب، الشيخ جمال قال لنا. قال اللي قاله، حديته ماسخ ملوش عازه. توعتوك ايه؟ عقولكوا كانت فين؟ سامحنا يا مولانا. بعد روحوا لها وحبوا على قدها، يمكن تسامح. غور بركاتك يا سيدنا، بركاتك يا سيدنا، بركاتك يا سيدنا، بركاتك يا سيدنا. هات المعلم حمودة جوه جنب باب سيدنا، لو قعد اكتر من كده يا سوالدنا قتيل. تعال سيدي المعلمين جوه جنب باب سيدنا لحد ما اللي جوه يخرج وتخش انت. اتفضل اتفضل معلم حمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برضه. أنت بتشتغل مع الشيخ خلف؟ الحمد لله. قل له الحاجة زهرة الشريف عايزاك في كلمتين. للأسف سيدنا ما بيخرجش يقابل حد، عايزة تقابليه تقف تستني دورك. قل له الحاجة زهرة عايزاك. قول له انت بس، الحاجة زهرة عايزاك في كلمتين. انا هقول له، بس انا عارف، بس هقول له. تحاليل ما تحاليلش عملت ايه، والادوية كلها ايه ما جابش معي حاجة، وما تقوليش روح للعطارين خد حاجة، ما فيش وصفة ما جربتهاش. جرب تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ولد عمي. اللي قاعد قدامك ده بطل الخمس فروض بتوع ربنا جماعة في الجامع بتاعي غير النوافل. حجيت بيت ربنا 3 مرات وليا كل سنة عمره. قلت لك اللي عندي. يعني ايه؟ مرضوع مسبحيش ربنا عشان تقول لي قل لا اله الا الله محمد رسول الله يا اخوي. علي الطلاق، انت شيخ او الله وحطلعك بكل حته. دور على ولدك يا حموده. ها؟ ولدي مين فيهم؟ انت خابر. وخابر راح فين؟ وحخيف. حمولك تقيله، خفها تخف. ها؟ قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في واحدة هانم كده اسمها الحاجة زهرة الشريف، عايزة تقابل سعادتك. ها خليها تعاود ترجع. اه ترجع، أنا قلت كده. قلتلك ما بيقابلش حد، بس انا يعني لو انت عايز يعني وانا ممكن يعني اديله الكارت ده وقول له يتصل بيا ضروري. اتصل. مش هقدر اقعد اكتر من نص ساعة، لازم ارجع لكريم. ما تخافيش مش هنتأخر، بس لازم تبقي موجودة. نعم اتفضلي. خدت ايه من الست يا فاري؟ خدت ده، عايز سيدنا يبقى اتصل بيها. طب اديله كارت. لا يا حبيبي اديهوله انت، براية الحوار ده. اسحب. احنا لغايه دلوقتي محافظين. انت لسه هتقول لي محافظين؟ محافظين على ايه؟ الحسابات كلها مكشوفه والبنوك مش هترضى تغطي العجز ده، يبقى فاضل ايه تاني؟ ما هو مش معقول كمان تكون دي كل حسابات اخويا المرحوم. اكيد انا متاكده ان في ليه حسابات في بنوك تانية. حضرتك هو ده اللي احنا نعرفه. لو المرحوم قادر ليه حسابات تانية ممكن حضرتك تسالي فيها فريده هاني. مساء الخير. مساء الخير. ايه رجعت الميزانيه؟ ميزانيه ايه يا حاتم بيه؟ هي فين الميزانيه دي؟ يعني ايه العجز وصل 500 مليون؟ حصل ايه انت العجز ده؟ حضرتك ده اجمالي العجز بما فيه العجز المرحم للسنوات اللي فاتت. وفجاه كده بقوا 500 مليون؟ ليه؟ احنا كنا فين؟ ادري بيه كان بيسدد العجز ده من حسابه الخاص. اخويا الله يرحمه كان بيسدد حصته من العجز وحصتكم انتوا كمان. خلاص فريدة هاني بتدفع. هدفع منين؟ من حسابات المرحوم اخويا اللي في البنوك. ما انا كمان مش ممكن اصدق ان هي دي كل فلوس اخويا. اخويا الله يرحمه كان له مليارات في بنوك بره، وفريدة هانم. لو سمحت انا لا اعرف حاجه عن حسابات ولا بنوك، وكفايه قوي اللي انا فيه. احنا لو هنقعد ندور على فلوسنا اللي بره يبقى بنضيع وقت على الفاضي، والوضع المالي في المجموعه مش مستحمل. ما هو انت لو في دماغك ان احنا اللي هنسد العجز ده تبقى بتحلم. الكل هيسدد وحسب حصته. انا مش هشيل كل حاجه على نفوخي. انا مش هدفع ولا مليم. وتدفعي ليه؟ ما فريده تبيع حصتها وكفايه الورث اللي ظاهر واللي لسه مستخبي. انا ما عنديش حاجه غير مجوهراتي، لو عايزين اخدوها. يا فريده، يا فريده استني بس. فريدة وحضراتكم مستنيين ايه؟ مش خرجتوها؟ اتفضلوا مع السلامة. فايز بيه؟ انت لسه هتقولي فايز بيه؟ انتوا متفقين مع حاتم علينا. اسمع، انا مش هسيب حقي ولا حق اختي في الشركة دي. هجيبه يعني هجيبه، ومش بعيد ادخلكم كلكم بتسجلوا. ايه الكلام ده يا استاذ صبري؟ الاوراق كلها معاهم وشغلنا مظبوط. خليه يبلغ النيابة، مش بعد السنين انا اشتغلتها مع المرحوم ده يبقى دي اخرتها. في واحدة ست هانم قوي سابت الكارت ده وعايزة سيدنا يكلمها. ست مين دي يا اخوي؟ ما ينفعش برضه الناس دي تتحشر مع دول. لا خليها تروح تتحشر مع بتوع السيما احسن. لا 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 لا، انت كنت خدت رأي سيدنا الاول. طب ادخل اللي عليه دور. اوعى. خلاص اتكلوا على الله انتوا دلوقتي، سيدنا تعبان ومش هيقابل حد. سمعتوا؟ خلاص سيدنا مش هيقابل حد، اتكلوا على الله. احنا جايين من اخر الدنيا، مستعد ادفع 100 جنيه بس ادخله. يا ناس ارحموا سيدنا شويه،
انتوا مش شايفين اللي كان خارج من عند سيدنا جوه بقاله ساعتين قاعد يقرا له؟ خلاص ما عادش عنده جهل. يلا توكلوا على الله وبكره ان شاء الله اللي عليه الدور هيدخل الاول. يلا رجاله اتكلوا على الله. يلا 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 زينوا ماشي الناس. الو؟ ايوه يا حاتم. انت فين؟ جبتي معاكي زهرة؟ مفيش وقت للكلام ده خالص. اتصرفي زهرة اتصرفي. يلا خلاص سلام سلام سلام. يلا يلا. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، فستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. صدق الله العظيم. مش كنتي قلتي لي يا بيت كنت جبت لك معايا لقمه كده ترمي لك عظمك وانا جايه كده؟ رضا قولي لي بقى يا اختي انه مهنيكي للدرجات دي. اه يا بنتي يا وزه، مهنيني الهنا اللي ما شفتوش في حياتي، لولا ان الواحده شقيانه وطالع عينها طول النهار. انما ان جيتي للحق، الهنا اللي ما شفتوش ولا دقته في حياتي كلها. شوفي يا اختي المارة، ما هو باين على وشك يا بنت. هو انت كانت عمرك دمويه جريت في خدودك بالطريقه دي؟ الا قولي لي، هو احنا مش طول عمرنا اصحاب وطول عمرنا بنتقاسم في كل حاجه؟ يوه، هو مش الشيخ خلف يحق له يتجوز اربعه؟ جرى ايه يا مسهويكه؟ شايفاني يا اختي قدامك ام 44 وجوزك هتخرطيه للوز استوزه يا اختي وكيسي. ده المخدرات جابته الارض، سيبهولي يوم في الاسبوع، انا اتجوزه يوم وانت خديه بقيه الاسبوع. انا شايفه يا اختي ان انت تاخدي بعضك وتقومي تنامي بدل ما تطلع العفاريت على جتاتك. يلا فتك بعافيه. يا بختك. متولي زينهم عندك؟ يا متولي خدت متولي في سكتك؟ جاتكم داهيه انتوا الجوز، الهي ما توقعوا ترجعوا. ايه دول يا عم؟ دول ما يجوش 300 جنيه. هيدفعوا ليه؟ طالما كده كده بيدخلوا يبقى ملوش لازمه الدفع. ايديهم في اللبن. طب هو مستغني وحر. ده راجل مش عايز من الفلوس حاجه. خلاص خليه هو في ملكوته وخلينا احنا نشوف حل. اه يا دنيا، اه يا دنيا، اه يا دنيا، اه يا دنيا. الله الحلاوه دي.
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. ترمي خلاجاتك وتاخدي بنتك وتقبل ودلوك. نقبل نروح فين وليه؟ اسمع اللي هقول لك عليه. تاخدي شيماء وتركبوا المنفلوط ومنها لبلدنا المندره، وهناك تسالوا على الشيخ جاد ده عمي، هتقعدوا عنده لحد ما اجي اخدكم. مالك يا اخويا في ايه؟ اعمل اللي هقول لك عليه. حاضر يا سيد الناس، حاضر. كلك لقمة كده بس، بر نفسك، ده انت ما دقتش الاكل من الصبح. صباح روح بقى. نعمل تذكرة الدخول ب 100 جنيه، اللي عايز يدخل هيدفع. شهور جنبي هتقروا في كتاب ربنا. قريتوك ايه؟ فهمتوا منه ايه؟ استفدتوا منه ايه؟ مفيش آية مست قلوبكم؟ مفيش آية نفضت روحكم وطهرتها؟ كل اللي اتغير فيكم شكلكم. جلابية بيضة! جلابية بيضة! Oh.
ببساطة كده تقطعوا جثث الغلابة وتستحلوا لحمهم؟ وحياة الميتين لك لا سامحنا يا سيدنا. سامحنا يا سيدنا، سامحنا يا سيدنا، آخر مرة آخر مرة. يعني تعبه روحي وسالقه الكوارع وفي الاخر ما يمدش ايده عليها؟ رحت فين يا راجل؟ وزع وزع تحوش متولي منوم. عارفه الراجل ده حكايته ايه؟ روح عند عمي جاد وانزلي على منفلوط وانا حصلكوا، بانه بيعمل الحكايه دي كلها عشان يفلق مني. عارفه بس ايه ده؟ وانا ماليش بخت، وانا ماليش بخت في اي حاجه.
ساكن دروبها تضيق توسع دروب الله كأنها بحر طامي وانت مش عاوي ماهو تعمل ايه في الدنيا يا خلف الله اياب وشين وانت حصيف وغشيم دجال ساكن في المقابر بيستدرج الستات وينيمهم قال ايه بيطلع لهم العفاريت ايوه يا فندم ضحيه من ضحايا هي اللي مقدمه فيه البلايا تمام يا فندم لقينا الاثنين مقتولين تمام سعادتك هجيبه لسعادتك حاضر يا فندم حاضر بالراحه سلام يا فندم مع السلامه